انضم إلينا مراسلنا من إسطنبول علام صبيحات. علام، إلى أين وصلت تطورات الأوضاع على الحدود السورية؟ بالفعل حتى هذه اللحظة بحسب الإعلان الرسمي من وزارة الدفاع التركية ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فإن عدد من تم قتلهم رسميا من وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية من قبل الجيش التركي وصل إلى 342 عنصرا من عناصر هذه الوحدات، والعملية العسكرية مستمرة حتى هذه اللحظة بقصف جوي وقصف من المدفعية التركية على طول الحدود التركية السورية. هناك التركيز حتى هذه اللحظة على منطقتين اثنتين، هي منطقة تل الأبيض ورأس العين، وهي المناطق التي كانت قد انطلقت منها العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. وكما تقول وزارة الدفاع التركية، فإن القوات الخاصة قوات الكوماندوز التركية بالإضافة أو بمشاركة قوات من ما يسمى الجيش السوري الحر الذي يشارك إلى جانب الجيش التركي في هذه العمليات، تواصل عملياتها البرية والتقدم بريا في المناطق يعني داخل الأراضي السورية. حتى هذه اللحظة تم الإعلان رسميا عن السيطرة على نحو 13 قرية في محيط هاتين المدينتين أو البلدتين، والتقدم يسير بحسب ما يعلن الجيش التركي ولكن ببطء شديد، خوفا أولا من وجود ألغام في المناطق التي يتقدم بها، وثانيا خوفا من وجود كمائن في تلك المناطق، بالإضافة إلى عمليات الصد أو الدفاع الشديدة التي يواجهها الجيش التركي من قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية. على الجانب الآخر من الحدود كان هناك إعلان عن مقتل عدد آخر من الأشخاص هنا في الجانب التركي من الحدود كنتيجة لسقوط قذائف الهاون التي أطلقت من الجانب السوري من الحدود، سواء في منطقة في محيط رأس العين أو تل أبيض أو حتى في محيط القامشلي، أطلقت باتجاه الأراضي التركية. قتل حتى هذه اللحظة بحسب ما أعلن من الجانب التركي نحو 10 أشخاص، بالإضافة إلى جندي تركي قتل خلال الاشتباكات في داخل الأراضي السورية. الجانب التركي يعلن بأن العملية مستمرة وأنها هذا على الصعيد الميداني. علام، ماذا على الصعيد السياسي؟ يعني تابعنا ردود أفعال متفاوتة دولية وهذه العقوبات الأوروبية المحتملة على تركيا، هل هنالك أي ردود أفعال رسمية من تركيا إزاء هذه العقوبات المحتملة؟ بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، قبل نحو ساعتين من الآن صدر بيان رسمي من وزارة الخارجية التركية، رفض الانتقادات التي توجه لهذه العملية العسكرية في الشمال السوري، وقال إن الهدف من هذه العملية هو كما يقول الجانب التركي محاربة المنظمات الإرهابية وإرساء الاستقرار والأمن في تلك المناطق التي يسيطر عليها وإزالة الخطر على الأمن القومي التركي، ورفض الحديث عن أن هذه العملية العسكرية قد تسبب أزمة إنسانية أو أزمة نزوح ولاجئين جديدة، وقال إن الجانب التركي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور حتى لا تحدث أزمة إنسانية جديدة. فيما يتعلق بموضوع الانتقادات أو المخاوف الدولية فيما يتعلق بعناصر داعش الموجودين في تلك المناطق، أكد البيان من وزارة الخارجية التركية على أن تركيا تحارب ليس فقط المنظمات الكردية ولكن أيضا إلى جانبها تحارب خلال هذه العملية طبعا تحارب تنظيم داعش، وتعمل كل ما بوسعها بحسب البيان التركي من أجل عدم عودة تنظيم داعش لنشاطه في تلك المناطق. وفي نفس الوقت كان هناك نشاط سياسي آخر. نعم علام صبيحات، شكرا جزيلا لك، مراسل الغد من إسطنبول.